كشف محافظ كفر الشيخ السيد نصر لكاميرا أونلايف عن قائمة كبيرة من المشروعات القومية التي تستهدف أو التي سوف يفتتحها رئيس الجمهورية قريبا، والتي اعتبرها تحولا كبيرا يدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، خاصة المنطقة الاستثمارية الجديدة ومحطة كهرباء البرولوس ومشروع الاستزراع السمكية الذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط. في عندنا مشروعات بركة غليون، أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، 3500 فدان، جميع العناصر البنية التحتية تمت، كل مقومات صناعة زراعة الأسماك تمت، من أعلاف، من صناعة التلج، من صناعة المعلبات، من صناعة الفوم، من صناعة البروسيسنج، من إنشاء مراكز التدريب، من المساكن، من برضو بعض الحاجات الترفيهية. جميع العناصر أو مقومات هذه الصناعة الحمد لله تمام. بالنسبة للمزارع السمكية من البوري، البلطي، القاروص، الدنيس، جمبري، دي كلها يعني تمت إن شاء الله. هيبقى منتظرين بس تحديد الميعاد. عايز اقول بالاضافه للمحطه اللي هيفتتحها في قمه سد رئيس الجمهوريه بركه غليون، عندنا بحيره البرولوس. بحيره البرولوس دي تاني اكبر بحيرات مصر بعد المنزله، 108,000 فدان فيها، كان فيها العديد من المشاكل حطينا ايدينا عليها.